عايز اسمع رايك فيما يخص قرار النادي الاهلي برحيل علي معلول بعد نهايه الموسم اللي هيبدا. والله والله هو قرار مفاجئ، معناه مفاجئ جدا، لان اللي قام بها علي معلول بعد ما معناها جاب 21 لقب مع النادي الاهلي وسجل 51 هدف ومرر 83 كوره معناها اخر تمريره، بعد ده كله علي معلول النادي الاهلي يتخلى عليه وهو مصاب. يعني خلي اللاعب يرجع يلعب، خلي الراجل يرجع يلعب، اديله سنه على اللي عمله، على الشيء اللي عمله مع النادي الاهلي. علي معلول كان لاعب مثالي ومثالي جدا مع النادي الاهلي، كان لاعب ملتزم، كان لاعب صاحب قرار في النادي الاهلي، كان لاعب متخلق. يعني هي شويه عيب انه نادي الاهلي يتخلى على معلول وهو مصاب. خلي الراجل، خلي اللاعب يرجع يلعب، وبعدين اديله سنه وشوف بعدها. طيب مش ممكن يا استاذ عبد القادر يكون ده اتفاق ما بين النادي الاهلي وعلي معلول، وعلي معلول ممكن يكون راضي بهذا القرار؟ لا اظن. لا تظن ولا لديك المعلومه؟ في حياته، في مسيرته في نادي الاهلي جاته فرص من السعوديه ومن قطر ومن فرنسا عشان يخرج معناها بعقود طيبه جدا، ورغم ذلك ظل في نادي الاهلي، اللي كان سعيد في نادي الاهلي وكان وادى النادي الاهلي وكان طرف كبير في نادي الاهلي. اظن انه نادي الاهلي يرجع له الخير اللي عمله. واضح يعني، ما فيش كلام. يعني انت معلوماتك ان علي الاهلي يتخلى علي معلول هو في الظروف دي. انت معلوماتك ان علي معلول حزين الان؟ طبعا علي معلول الهدف بتاعه هو انه يفضل في الاهلي، يرجع يلعب وبعدها شوف الامور. خلي الراجل يرجع يلعب يعني، بعدها تاخد حكم عليه. هل انت في الفتره دي بدات تعمل حتى لو من بعيد مع علي معلول للبحث عن عروض للرحيل عن النادي الاهلي زي ما اعلن؟ لا الحقيقه لا. لان لا احد يشك انه علي معلول عايز يفضل في نادي الاهلي. ولا اظن يعني حاجه طبيعيه جدا اللي عمله علي معلول في النادي الاهلي انه يفضل على الاقل سنه اخرى في الاهلي، وبعدين نشوفه بعدها يصبح سفير لنادي الاهلي او يصبح ممثل او يصبح ممرن او يصبح مدير او يصبح او يمشي. في 2016 وقت ما علي معلول إلى النادي الأهلي، في 2016 كنت تتوقع أن يحقق علي معلول كل هذه النجاحات مع النادي؟ طبعا مش 100%، لكن علي معلول السنة اللي أمضى فيها الأهلي كان يلعب مدافع أيسر في النادي الصقر التونسي، وكان بدأ في البطولة التونسية 16 هدف. وقتها علي معلول لما جه النادي الاهلي كان بيقول لك ايه لما انت عرضت عليه فكره انه يروح النادي الاهلي؟ قال لك ايه وقتها؟ والله احنا كان لنا وقتها بالضبط اتصالات مع فريق فرنسي متقدمه جدا، وجاء النادي الاهلي، جت جماعه محمود طاهر الرئيس وقتها، انسان مستواه راقي وعالي جدا، ودخلنا معهم في الحقيقه. لما تحكي مع ناس الاهلي وقتها تروح للاهلي. تروح للاهلي. الاهلي نادي كبير. صحيح. وعلي عمل احسن انه راح للاهلي، وقتها راح للاهلي. صحيح. كتب تاريخه بالاهلي والاهلي كتب تاريخه بمعلول. يعني لذا عيب انه الواحد يتخلص من الاخر في الفتره دي. يعني انا اتصور بحسب معلوماتي يا استاذ عبد القادر، وانا هنقل لك المعلومات، يعني انه كابتن محمود الخطيب تحديدا رئيس النادي الاهلي واسطوره كره القدم المصريه يتعامل الان بحساسيه شديده مع علي معلول، وعايز يكرم علي معلول ويخرج من الباب الكبير من النادي الاهلي، وليس هناك حسب المعلومات اللي عندنا هنا تعمد للإساءة أو إهانة أو خروج علي معلول من الباب الصحيح. أظن ومؤكد أنه نادي الأهلي مش عايز أنا يسيء إلى علي معلول، لكن لازم تفكر شوية. يعني الراجل اللي أعطاه لك 8 سنوات، فكر شوية. نادي الأهلي لازم يفكر في اللاعب قبل ما يفكر في النادي الأهلي، ويفكر في النادي الأهلي مع تفكيره في اللاعب. يعني لازم تفكر في علي معلول، ما يجيش
تسيب علي معلول وهو مضروب يعني ما يجيش. استاذ عبد القادر الجلالي وكيل اعمال علي معلول اللي اتى به من النادي الاهلي في 2016، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهاتفيه.